السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على سي او دي نيتورك افيليت. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نخدموا بوو كوميرس بالنسبه للناس اللي كتفضل انها تخدم بالووردبريس. فتابعوا معنا باش نشوفوا كيفاش غادي نربطوا المنصه ديال الوو كوميرس مع سي او دي نيتورك افيليت. اذا فكما كتشوفوا حنا في لوحه التحكم بالداشبورد ديال ووردبريس. اول حاجه كيخص توفر عندنا في الووردبريس جوج ديال المسائل اللي هي اساسيه وخصنا ننتبهوا ليها. اول حاجه خاص تكون عندنا ليكستنسيون ديال الوو كوميرس ديجا تانستالات وديجا تفعلات. وثاني حاجه في الاعدادات ديال الوو كوميرس خاص تكون عندنا العمله مطابقه للاوفر اللي عندنا في سي او دي نيتورك افيليت. الا كانت اوفر في سي او دي نيتورك افيليت بالدرهم المغربي فالستور ديالنا ديال الوو كوميرس خاصو يكون بالدرهم المغربي كذلك كما كتلاحظوا معنا هنايا. من بعد فاش كنديروا هاد جوج الامور الاساسيه كندوزوا مباشره للاضافات وكنديروا اضيف جديد. في الاضافات كنبحثوا على سي او دي نيتورك. من بعد كنديروا التنصيب الان ولا انستال وتفعيل ولا اكتيفيت. كما كتشوفوا هنايا ووكوميرس از اكتيف يو كان ستارت كونيكت يور ستور. هنا كنكليكيو باش نديرو لا كونيكسيون ديال الستور ديالنا مع سي او دي نيتورك افيليت. بعد ما كنديرو اللينك فكيعطينا هذا الميساج ديال الموافقه. من بعد فاوتوماتيكمون كنشوفو بان الستور ديالنا راه تزاد و لو تيب ديالو كذلك هو كوميرس مع الكورنسي اللي هي الدرهم المغربي. من بعد فاش كنمشيو على ليست ماي اوفرز باش نديرو البوش لواحد الاوفر للوو كوميرس فيكفي اننا نمشيو على واحد الاوفر اللي كاينه عندنا ديجا في ليست ماي اوفرز اللي تكون مطابقه العمله ديالها مع العمله ديال السطور ديالنا اللي هو الدرهم المغربي. ناخذ كمثال هذا البرودوي هذا. من بعد كما كنشوفو بالاضافه الى يو كان والريفيرال لينك فديجا عندنا وو كوميرس، يعني يكفي الضغط هنا على اد تو كوميرس. ومن بعد كنشوفوا بانه راه طلع لينا ستور مع الكورنسي ديالو ستيتوس، يكفي اننا نديرو بوش. من بعد كنشوفوا بانه راه البرودكت ولا الاوفر تزات في ستور ديالنا، يكفي اننا نرجعوا على وو كوميرس نمشيو على المنتجات جميع المنتجات. ومن بعد كنشوفوا بان تزاد عندنا الاوفر وتزاد حتى الثمن ديال الاوفر. اللي بقى لنا حاليا هو فقط انكم تزيدوا لا ديسكريبسيون ولا تصاوبوا لاندينغ بيج ولا تحكموا في المعلومات اللي بغيتوا ديروها. غادي نديروا دابا واحد التجربه الاوفر ديالنا الباج ديال البروداكت ونشوف واش غادي يدوز الليد ولا لا. ففاش كنفتحوا الباج ديال البروداكت كيعطينا معلومات خاصه بالمنتج، كنديروا اضافه الى السله. بالمناسبه فيمكن لكم تحكموا في الستور ديالكم كيف ما بغيتوا، تحكموا في الفورم ديال الشراء ولا ديال التشيك اوت كيف ما بغيتوا. يعني وو كوميرس راه كيعطيكم هاد القابليه ديال انكم تكستوميزيو كيما بغيتوا، وهذا هو واحد من لي زافونتاج ديال انكم تخدموا بالوو كوميرس. اذا فاش كنديروا اضافه الى السله كنديروا عرض السله، تقدم لاتمام الطلب، ونعمروا المعلومات الخاصه بنا ونديروا تاكيد الطلب. اذا فداز الاوردر ديالنا، يكفي اننا نمشيو على سي او دي نيتورك افيليت على ليست ليد ونشوفوا بانه راه تزاد الليد ديالنا على المنصه ديال الافيليت. واحد الحاجه اخرى مهمه جدا هي اننا فاش كنديروا الحذف ديال ستور ولا كنديروا تغيير العمله ديالو فخاصنا نعاودوا البروسيس من الاول، يعني نديروا عاوتاني الربط من جديد ديال ستور ديالنا من بعد ما كنديروا ليه الحذف على المنصه ديال سي او دي نيتورك افيليت وبالتحديد في ماي ستورز. وكملاحظه واحده اخرى هي انه في حاله انكم كتخدموا مثلا بزاف ديال العروض، فبالنسبه للناس اللي عندهم هوستينغ ديالهم وداروا فيه لانستالاسيون ديال ووردبريس، فإلا بغاو يخدموا على عروض اخرين فيكفي انهم يديروا بليزيور انستالاسيون ولا بزاف ديال انستاليشنز ديال ووردبريس ديالهم
ويديروا بحال قلتي بزاف ديال لي ستور اللي يقدروا يخدموا بهم على كل اوفر وعلى كل دوله. اذا فكما تابعتوا معنا كان هذا الفيديو على كيفاش نديروا الرابط ديال ووكوميرس مع السي او دي نيتورك افيليت. فنشوفكم ان شاء الله فيديوهات مقبله. الى اللقاء. We'll be right back.